والحديث أكثر معي عبر الهاتف أنس الحميد، مدير عام التسويق والتوعية في وزارة الصحة. أنس مرحبا فيك، حدثنا عن هذه الجائزة. حياك الله وعلى السادة الكرام المشاهدين. جائزة وعي هي في موسمها الرابع مثل ما تفضلت، السنة الرابعة. الهدف من الجائزة بشكل مختصر، وزارة الصحة يعني نبذل جهود في موضوع التوعية وفي موضوع الوصول للناس، لكن حبينا أن يكون التوعية من الناس للناس، يعني نكثف بدل ما نسوي فيديو واحد توعوي نخلي 1000 شخص يشارك معنا ويوعي الناس. فجاءت هذه الفكرة أن يكون عندنا منصة مسؤولة عن تحفيز الناس بإنتاج منتجات توعوية صحية ونكرمهم عليها، يعني فيها جوائز، ثم هذه المنتجات ناخذها ونعيد نشرها فيعني تنتشر بين الناس. في السنة هذه احنا بالشراكة مع مجلس الضمان الصحي التعاوني السعودي عندنا 4 مسارات أساسية ومسار خامس إضافي. الأربع مسارات: مسار الفيلم القصير وفيه الجائزة الكبرى في المسار 150,000 ريال، وأيضا فيه 10 فائزين في كل مسار. المسار الثاني هو مسار التصوير أو الصورة الإعلانية، الثالث مسار الموشن جرافيك، والرابع مسار الإنفوغرافيك. الجديد أيضا هذه السنة أضفنا يعني كان في أحيانا في السنوات الماضية البعض يقول أنا يعني لست محترف، إمكانياتي بسيطة، فكيف أنافس المحترفين؟ فأضفنا مسار خاص للطلاب، طبعا الجوائز أقل لكن المنافسة فيه أيضا أقل، ففي كل واحد من هذه المسارات في فئة خاصة للطلاب. أيضا الجديد هذه السنة أنه أضفنا مسار خاص للجهات الحكومية والخاصة، فممكن أي جهة حكومية أو خاصة في التواصل الداخلي عندهم سووا مبادرة صحية لتعزيز يعني أي رسالة من الرسائل الصحية داخل المنشأة يستطيعون المشاركة بهذه المبادرة، وإن شاء الله يتنافسون على جائزة أفضل مبادرة صحية اللي بتكون بتقديم من معالي وزير الصحة بإذن الله. أنس الحميد، شكرا جزيلا لك.